العلاقة الآثمة والمريبة ما بين الخس والبند والتبولة، يعني دايما يكون هناك خس، وتلاقي بعض الناس يجيب قلب الخصاية كده ويحط فيها التبولة وياكلها. التبولة فينا نتكلم مع الملفوف، مع الخس، مع الورق والكرم. كرم نعم، او مع الورق العنب، ان الورق العنب بتكون طازه بموسمه اطيب من الخس واطيب من الملفوف. بس طبعا وقت ان احنا بنسكر ورق العنب دي جديده زي. ورق العنب طازه بيقطفوه بيتغسل، بس بتكون بعدها الورقه طريه مش مسلوقه ولا حاجه. لا لا لا، بس از يعني فريش اكزاكتلي. بس احنا بموسم معين بس يكون عندنا ورق العنب بنقطف ورق العنب بتكون بعدها طريه، تتغسل تتنشف وبيتقدم مع التبوله، هتحس بمذاق رائع جدا. هلا الخس نحترم الخس، ليش نحن بنقي قلب الخس؟ قلب الخس لانه بتكون فيه قرشي اكثر من الخارجيه، الخوارق الخارجيه، فمشان هيك لا الخس مش بطال كمان يعني نكهته لذيذه. هلا في ناس بتحب مع الملفوف مذاق ذوق. طب احنا عايزين نقول للناس انه شراء الماده الخضروات مثلا او الفاكهه كل ما تكون فريش لها اسهام يصل الى درجه 90% يمكن اكثر من الطبخ نفسه. لو ممكن تكون طباخ ماهر جدا لكن لك لكن الماده الخام اللي انت بتشتغل بها شراء دائما البضاعه طازجه طازجه. بنتاكد من محل الماركت او البقاله مطعم ما بيبيع اغراض امتى بيكون عندهم استيراد للبضاعه طازجه، لانه اليوم بتعرف الاكل بس ينقطف يومين ثلاثه حيصير شكله تعبان. كل ما كانت البضاعه طازجه كل ما كان في نكهه اطيب ارشي مذاق رائع شكل جميل سبحان الله. طيب. هذا هو الحمص السلطة اللي هو بالطحينة كويس. كلته في حياتي في 10,000 مطعم مثلا بالضبط، مش دايما هو نفس الطعم. ودايما يقول لك عايز تشوف الطباخ اللبناني كويس جربه في صحن حمص، حمص ورق عنب والتبولة. بس كون تفوت على مطعم وتلاقي مذاق التبولة والورق عنب والحمص نمبر 1. هلا اكيد غير اصناف بس دول فحص بنعمل دغري لحي الله مطعم، بس تقول له جيب لي ورق عنب تاكلهم ندوقهم حمص التبولة. خلينا نمسك الورق العنب في الاول. يلا لما تيجي تدوق ايه اللي يخليك تقدر تحكم اذا كان صح او وحش؟ بتحس بايه؟ طبعا طبعا يعني. التبس مثلا. عجبني سؤالك استاذ قديم. انا اليوم اذا بدي اقول لك شغله، اذا ممكن مره عجوز تمسك لك ايدك وممكن مره 20 حلوه تمسك لك ايدك، حتحس بالفرق بايه؟ يعني ايه حتفضل اكتر؟ لا المره العجوز عشان مش هيحصل لي مشاكل بعد كده. دي على الهواء، بس تحت الهواء حيكون في ثاني. لا بس هي الحمص دائما له كيف يعني. اليوم وقت الحمص بينطبخ استاذ اديب اليوم في ماكينات خاصه بتبرم 3000 برمه و5000 برمه، هيدي زي الكنوودز والحاجات دي اللي هي الكيتشن ماشينز. بالضبط الكيتشن ماشينز. فوقت بتطحن اليوم الحمص طحن ناعم كمان هيدي دوره بالطحن. الدور الاول بالسلق كمان اذا ما كان الحمص مسلوق منيح ما بيطحن معك مظبوط. بتحط فيه كربونات علشان يتنقع علشان بالضبط حتى يطحن مظبوط. القشره بتاعته هي الحبوب تحمى، هي الحبوب بدها نقع 10 ساعات. طب هل لو جبت الكانز ناس ما حينفع، لازم يكون فريش اولويز. فيك تطحنه وفيك تطبخه بس ما حيطلع مذاقه رائع جدا. اليوم نوع الطحينه بيلعب دوره. اليوم في عده انواع طحينه، عايزه خفيفه ولا تقيله؟ سمراء او بيضاء كمان. ما تنسى اليوم الطحينه بتنعمل من السمسم. انت تنصح السمراء ولا البيضاء؟ لا انا بفضل البيضاء طبعا. بيضاء ايه، بس طبعا اليوم في عندك في احيانا بيقول لك لو هي سمراء حط عليها معلقه زبادي يوجرت تخففها. طبعا بس للحمص ما ينفع. اي ولا ينفع للباذنجان؟ ايه حينفع، بس انه الباذنجان ايه بيعطي للباذنجان لانه هو حد شوي حنعطيه زبادي او ممكن يكون لبنه كمان بيعطيها نايس فليفرز، بس الحمص نو واي. انا بفضل دائما ننقي الطحينه البيضاء المعروفه مشهور على كصعيد تجاري. يعني الحمص الناجح هو اختيار حبايه الحمص الصحيحه، وضعه في الكربوناتو لعشر ساعات، نقعه ومن ثم سلقه، غسله وسلقه وطحنه بواسطة المكنة. بس طبعا احنا وقت بنطحنه بنضاف التلج كمان، بنحط تلج بقلب المكنة فهو بيعطيها النعومية وهاللون الابيض كمان. التلج الايس كيوب ضمنة الطحن بنضاف عليه الايس كيوب. دي معلومة جديدة دي. بالزبط. دي ما اعرفهاش. ايه وحتى كمان في شغلة، بس يخلص الحمص بنجيب زيت زيتون نص كباية وبنحطه او حسب الكمية يعني طبعا بنحط زيت الزيتون بالاخر بيتسقط كده بيتسقط كده. ليش؟ حيزيت الزيت حياة الحمص فليفرز نايس فليفرز مخفيه. ده غير الرشه اللي في الاخر. غير الرشه هي هتكون في الداخل. يعني في رشه داخليه وفي شغل مرشه على الطبق نفسه. هلا انا هون بشجع استعمال ملح الليمون بدل العصير الحامض،
بالحمص. هلا اذا كانت كميه كبيره هلا بالفنادق والمطاعم قليل قليل بيستعمل عصير طبيعي ليمون، لانه بيستعمل ملح الليمون، ملح الليمون لانه في حال استعمل عصير حامض الحمص بعد يومين بصير طعمته غريبه. فبيستعملوا ملح الليمون ممكن داين عندهم عده ايام، وحتى الملح الليمون بيعطيه لون ابيض كمان، يعني التلج والملح الليمون والخفق والطحينه كله بيلعب ادواره. الا لو حتاكله فريش على طول خلاص ممكن تزيد شويه حامض بالضبط، بس هو اذا حطيت له عصير حامض ممكن يضله رخو. فملح الليمون بيوفر عليك التنعيم تبعه. قد ايه يعني على طبق زي ده تحط؟ لا ملح الليمون هذا ممكن نكسه صغيره، بس اذا كان كبير ممكن ملعقتين يعني شويه كده نتفه صغيره نتفه. لا الاكل حساس جدا. يعني نحن وقت بناكل الحمص يعني دغري يا بتحس بالعمية. هل اللي محطوط هنا ده سماق عليه ده بابريكا فليفله حلوه؟ ده بابريكا ممكن زي السماق، بس ما ينفع. هو الافضل هو دائما بابريكا. بابريكا وافضل شيء دائما زين مع الحمص والنتفه بقدونس على الخفيف. هلا شويه صنوبر، بتعرف صنوبر بس مش رخيص، تحمصه او نقليه. بس اليوم المقلوبات بتقليه بزيت ولا لا؟ هو بزيت نباتي. اذا بدك تقليه، اذا بدك تحمصه بالفرن طبعا افضل. بس اليوم وقت بتقلي الصنوبر بالزيت ممكن في ناس ما تحب القلي، يعني اليوم في عندك ناس تتبع حميه غذائيه وصار في كتير عالم بخافوا على صحتهم، مع انه نحن انا وياك ما عندناش مشكله استاذ عادي. مزبوط يا ملا؟ احنا الحمد لله احنا بطن ملان كيف تمام زي الفل. انا عاوز موت شبعان يا استاذ عادي، مش عاوز موت جوعان. ربنا يديك الصحه وتفضل عايش شبعان الحمد لله. بعد الشر ربنا يديك الصحه والحمد لله المديد، لانك انت يعني بتسعدنا. خلينا وياك يا استاذ عادي.